الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأرحب بالدكتور أحمد هوجة بقدومه إلى هذا البلد الذي نهل من العلم في ربوعه ما بين الجامعة الإسلامية والمسجد النبوي، وكان الشيخ أحمد من الإخوة المتميزين الذين عرفناهم بالاجتهاد في طلب العلم، ثم انتقل بعد ذلك إلى الكويت ومارس الدعوة وحضر الماجستير والدكتوراه هناك. نسأل الله أن ينفع به وأن يرزقنا وإياه وجميع أخواننا الإخلاص في القول والعمل.